هنا ها براس زعمي سي هاي ماما كل صباح الخير. هدور فيديو للبنات ولي ولا كيفيقني الله يحفظ ليا يا ربي يحفظ ليكم وليداتكم. المهم هذا النهار غادي يكون عندي شويه شارجي سوبقوا معايا اختي وما تمشيو فين غادي نلعب مع وليدي واحد شويه ونفيق اختي واحد شويه ونفيق غالي يقول ماما نو بغا التليفون قول ماما زينات كي بقيتو لاباس عليكم اموركم هانية كي بقيتو مع هاد السميقلي ديال البرد من الحمد لله اليوم اختي غادي نخرج غادي نمشي لواحد الصالون نصيب ميزون الا لاحظتو راه فترة هادي ما صوبت لا زونغل كنت كنصيب غير بيرمانون صافي هي اللي كنت كندير يعني كنصبغ بيرمانون صافي ومده هادي ما درتش البيرمانون في يدي ذاتي نمشي نصوب دفراتي ايوا نديكم معايا اختي بوسيبل نتغداو برا بوسيبل نمشيو للمول والله ما عرفنا اختي والله ما عارفين اشنو غادي نديرو زعما انا لبست اختي لبست سروالي ولبست الفوقاني دابا غادي يبقى لي اختي غير الشعر مي الشعر ما غنخدموش دابا تنصوب شعر تنصوب المكياج غادي نتراسي اختي حجباني اول ايطاب غادي نتراسي الحواجب ديالي مزيان دوزيام ايطاب البنات غادي ندير اختي هاد البروبوست هذا C'est juste pour fixer un tort. غادي ندير لونتي سيرن اختي انا غادي نبقى كنصور لكم وغادي نتعطل انا متاكده المهم اختي غادي نكمل ها انت الماسكارا بالنسبه للماسكارا انا كنخدم بهادي هي زوينه كتعلي الشفار كلشي غير هي كتجخمط بقوه ما كتكون عامره كتجخمط ماما قالت لي هاي على لاطاي هانتوما اختي دابا غادي ندوزو الفون دو تان هذا اللي تندير انا هو فيتمي 220 فيتمي ديال ميبلين 220 اختي هو اللي كندير هانتوما لونتي سيرن البنات غادي ندير شويه هنا شويه هنا صافي على وديت انا ماما انا ما عنديش لا سيرن فما كنبغيش نولف هاد لونتي سيرن وكذا الكونتور هذا ماشي زعما ديما كندير هاد الفتره هادي هاد الفقره مي دابا غادي نديروه هذا ديال ان واي اكس زوين اختي غزال هنا هانتوما هكا هنا كنبرك من بعد كنبقى كنطابوطي ندوز لفمي سوا غندير هذا ديال كيكو سوا غندير هذا ديال يان اندوان ندوز البرونز هذا اختي ديال الريفولوسيون او غادي نبرونزي شويه هادشي طلع الفوق هكا هنا هنا
من بعد غادي نديرو الفرجو. هذا اختي هذا كنت بارطاجيتو معكم خديته من عندهم المكياج حمقني. فمي ما عجبنيش ما عرفتش. دابا لي زامي غادي ندوز اختي الشعر. انا درت لها بلاك هنايا كتسخن 150 درجه. غادي نصوب كنظن غير لي غاسين ما فيه ما صوب زعما الشعر كامل. مي حنا غادي نشوفو اختي. حنا غادي نبداو في التصواب وغادي يبان لينا اش غادي ندير. صافي كنفرق شعري بحال هكذا هانتوما بحال هكا. المهم الكبيدات غادي نصوب شعري. ياكو وهاد نرجع لكم. ياكو مرتا ما تضحكي عليا ماما كتقولي كتقول ياكو بزاف اختي ياكو. ها نتوما بنات انا صوبت كيف ما قلت لكم صوبت غير لي غاسين ما بغيتش اختي نصوب هاد التحتاني. صافي خليته هكا على طبيعته صافي ما كليتش نصوبوه صيبت هنا. صوبت اختي غير هاد الفوقاني لحقاش هو كان بوكل صافي. تا نشوف كيفاش غادي ندير لي سينو ولا ميك اب بارتي. درت شي حاجه اللي هي سامبل ما بغيتش زعما ندير شي حاجه اللي فراسكم راه اللي كنشوف هنا في المرايه ماشي هو اللي كنشوف هنايا. شي حاجه هنا ماشي هي هذيك اللي كنشوف هنا ماشي هو هذاك اختي. المهم ما عليناش كيف ما قلت لكم دابا غادي نمشي نجمع السويك ديالي نعرف شنو غادي ندي معايا. غادي ندي معايا الساك الكبير حيت هو اللي كيهز لي صراحه كاع داكشي اللي كنحتاج الشارجور كلشي ديالي الباور بانك كتبت ليا هويا. المهم كاع داكشي ديالي غادي نجمعو البارفان روينه الميك اب اللي غادي نقدر نغوتوشي اولا غادي نقدر نحتاج وغادي نلبس لي سبا ديالي. نزامي نبارطاجي معكم اشنو غادي ندي الساك. بالنسبه للساك هذا هو اللي كان اختي كبير وكنحط فيه اللي بغيت. دونك كندي لاجوندا ديالي صغيره شوفوا الستيلو. دونك كندي لاجوندا صغيره الميك اب كندي فيه لا بودغ البانسو ديال لا بودغ الفراجو البانسو ديال الفراجو والعكار اللي درت. دونك دابا درت هذا درتو فوق هذاك التكيكول البنات. غادي ندي الباور بانك غادي نهز الشارجور البنات انا نهزو. بالنسبه لي بارفان كاين هذا وكاين هذا غادي نهز واحد فيهم. دونك حتى هذا راه بارفان. غادي ندي هذا كندي معايا لاستيك ومقابض دونك سوا نوار سوا هذا اللي بغيت. فوالا اختي ولا لانجات بيان سور هاد لانجات الصغار. دونك هادشي اللي غادي ندير في الساك. وتا فاش كنشري شي حاجه ولا هذا كنديرها في السويك كنبقى غاده طونت فهمت ما كنبقاش نهز من هنا ديال من هنا. فوالا وهاد الساك هذا البنات راه كيهز حتى البيسي. فوالا اختي زعما فراسكم كنت خارجه ناسيه البزطام ها ويلي. شوفوا الزينات ها كيفاش وجدت راسي. درت هاد النظارات هادو عرفتو يلاه باغا ناخد واحد النظاظر لقيتهم 350 350 درهم. ولكن كنخاف ناخذهم لحقاش غادي ناخذهم غير بارسيت كنخاف ناخذهم وما يجيونيش مع لافورم دوجي. انا كيعجبني النظاظر مقيس. المهم ما علينا. هانتوما شنو لبست اختي. لبست هاد لو داير بحال هكا مفتوح من هنايا سريويل نوار مونطو نوار اختي و لي زيسبا ديالي صافي. السوي كحل اش راك تغلبس كلشي كحل غير تقيت الله اخر لحظه ولبست هاد لو هكا مفتوح فالله حبيتها. شوفوا الشعير ما صايبتو الشعيري صايبتو غير من هاد لابارتي هنا من الفوق ومن تحت خليته هكا صافي ما عندنا غرض فيه نخليوه طبيعي صافي اختي. كونسيرنون الميك اب هادشي اللي درت. حنا خرجنا انا ولوستي خرجت انا وياها اختي وكاين شي حط واو كاين الميمات وغادي نمشيو اختي للصالون نديكم معايا. مازال كنقلب على الصالون راني تالفه شويه زعما. ها انا اختي وصلت للصالون ها هو فوالا.
البنات خرجت كندير من الصالون عشو كنموت فريمون كنموت بالبرد برت لواحد الدرجه ما يمكنش المهم اختي شوفوا الضفيرات دابا وانا كندير لكم بحال هكا كيبقيتوا لاباس عليكم امركم هانيه اختي انا مود افيون جو سوي اوكيبي هاد الساعه غادي نمشيو اختي نشوفوا غادي نمشيو ناكلو واحد الزهره كالكبالة كتشوف فيا مقبيله المهم اختي دابا غادي نمشيو ناكلو حتى وقت الغداء هذا راه عتو راه 3 تقريبا البنات انجور ان شاء الله غادي ناخذ شي دار اللي غيكون فيها بالكون بحال هكاك وغتكون فيها تيغاس وغادي تكون زوينه وغادي تكون مشمشه ياك واخا عندي داري واخا هذه الدار ديال مبا ولكن غتكون دار واحده اخرى ان شاء الله باذن الله وانا متاكده انجور غنوصل هذاك الشيء كامل اللي انا باغاه قلت لكم لوسي قلت لكم هذه في خاطر اللي ما عنده خاطر والله الا شوفي مزيان انك تبقاي تقولي غادي ندير ديك الحاجه لان شحال ما قلتي انا نعطيك واحد شوفي متاكده شحال ما قلتي غندير ديك الحاجه كديريها كتوصلي ليها والله وشحال ما قلتي لا ما غنديرش ما غنوصلش ما عمرك غديري شي حاجه وشحال ما قلتي غندير غنوصل علاش ما نوصلش علاش هذيك وصلت وانا ما نوصلش غنوصل وغندير ان شاء الله شي نهار غنوصل داكشي كامل اللي انا باغاه درجه بدرجه والطموح ما عمره ما كيتسالى والاهداف ما عمرهم ما كتسالى ومادام ان ربي نافخ فيك الروح ومازال انك تنفسي ممكن ديري اي حاجه ممكن توصلي داكشي اللي انتي كتبغي خاصك غير تعافي تجاغي راسك وتكوني صبوره سورتو الا كنتي غادي في طريق مزيان طريق حلال خاصك تصبري فوالا شوفوا الكبيدات دابا اختي مور ما تغدينا انا كنحاول لو ماكسيموم ما نتعطلش على وديت ولدي راه في الدار مع ماما خاصني نمشي باش نشدو عليها دونك دابا غادي نمشيو اختي للمارجان ماركت ولا كارفور هذا والله ما عرفت حيت كاينين صغيور هنايا غادي نمشي مارجان ماركت غادي نمشي نشوف اختي حتى هو كيكونوا فيه دي برومو هكا كيكون فيه ميزات كذا كنت باغي نهبط للمول كنت باغي نهبط للمول ناخذ الغالي واحد لونسومبل كتحمقاتني ديك المره انا وبابا وما خديناهاش ليه فريمون ندمنا عليها وكنت باغي ناخذ حتى انا داك عقلتو على داك اللي كنت قيست نواغي بلون ما خديتوش وتا هو ندمت عليه الساعه دابا صافي مشى الحال غادي نتعطل على ولدي دونك غادي نمشي نضرب دويره اختي ونشوف المول ماشي المول مارجان ماركت شنو فيه نديكم معايا زعمي اختي انا جيت للدار لبست البيجاما ديماكي دابا عاد نغسل وجهي وداكشي دونك البيجاما اختي اللي لبستها هي ديال ايناس فريمون غزاله هذه خديتها في الموف وخديتها في النوار كتحمق البس انا نوريها لكم راكم كنبارطاجي معكم بيجامات اختي اسكت اسكت انت غير تشوفني شحال التليفون غوات ها انتم شوف شفتوا في النوار فنه حبيجة ها وي تلاقيتيهم المهم اختي دابا غالي بابا هجا انا صافي تيرجعني نكيره
غادي نغسل اختي وجهي مزيان مزيان من واخا كديماكي ضروري اختي غسلي وجهك باش تتاكدي ومع ذلك تبقى احتمال انه مازال كاين هذا الماكياج. فوالا اختي دونك غسلي مزيان فركي لي اختي داك الوجه نورمالمون كنخصني نجمع شعري مزيان. عمر صافي 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 كنت نقول لك حبيبي جمع لي شعري الفوق ولكن صافي دابا لي زامي غادي ندير واحد لا كريم ديال فيغاسكين ديال الليل اون كريم دو جو دو نوي فوالا صافي ريحتها زوينة ريحتها فنة هذاك المشاغب هذاك المشاغب علاش كتبكي هانتوما غادي نضغط مزيان ما تنساوش لانني قوج بيها اختي فوالا انت اختي وهنايا صافي باش هكا غسلنا وجهنا اضغطيناه ياك اختي قدينا الامور صافي نجمع شعري الفوق بلا ما نديرو البنات شي بلاش ولا شي حاجه ولا نديرو باش ما نبانولوش صفرين ياك باش ما نبانوش صفر ما اختي غادي ندير غالي قول له ماما شتي الدراري ماشي فحالنا حنايا حنا كنبقاو بيتو بيتو مينو كيسو كيسو جميع الاصوات الصغار كتسمعوهم الدراري عاوتاني لا كتسمعو بحال هاد الاصوات صافي اختي هاتيا عمر كي جاونا حبيبه شحال ما صيدتهم وقول لي يا بصح عمر غير دار لي خاطري دابا بصح نجي عندك هو ما عندوش مع لي زونغل ولكن المهم يقدر يدير لي خاطري شويه مئد بين واخا هكاك صافي البنات غير ما ايوا صافي اختي هذا ما كان دونك غادي نسالي لكم الفلوق هنايا انا غنوريكم اختي الطفرات انا بعدا الطفرات حمقوني مع شحال هادي ما شحال هادي ما صيبتهم هكا بهذه الطريقه وكذا انا غنبارطاجيهم معاكم سيرو بالنسبه للصالون البنات غتلقاوني بارطاجيتهم معاكم في انستغرام غير تساليو هذا الفيديو سيرو الانستغرام اولا راني غنحط لكم لو ليان تحت في لا بار دانفو يا بنت فكر ها انتم البنات شوفوا فريمون جاو تيحمقوا وشحال هادي يا اختي ما شفت ضفيراتي هكا فريمون شحال هادي كبيت اختي نعست غالي راجلي جا شويه عيان من الخدمه حتى هو تسكى انا اختي كنتفرج ودرت ليا كويس ديال لويزه مع شويه ديال الكركاع اللوز والبيستاش ونجلس اختي نتكالم مع هاد لويزه لان فريمون عييت اليوم حق الله وديجا مزيان اننا نشربو في هاد البرد هكا شي حويجه تكون فهمتي دافيه اختي سخينه كتسخن عليك لو كور ديالك كامل والله الا كنت باغا ندير البنات سويبه كنت باغا ندير الصوبه ها هو مش حسب لكم راه كليت تاكوس كامل في الغداء والله الا كليت البنات غير نص والله القاسم كليت غير نص ديال التاكوس مع لي فخيت صافي شحال هذيك كنت كنضرب تاكوس كامل وناخذ شي كريب اختي والموناضه ايوا صافي هذا ما كان الكبيدات دابا كما قلت لكم كويس ديال لويزا سوانيتي انا بارطاجي معكم سوانيتي انا نقلبها في التالي ها هي اختي سوانيه صغوره ايوا صافي اختي غادي نجلس نتفرج ونسخن عظيماتي ولويزا ديجا كترخي اختي المخيخ ونترونكيله مع راساتي ايوا صافي هذا ما كان وكنتمنى ان الفيديو تكون عجبتكم وكنبغيكم بزاف 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 والله يخليكم ليا
وشكرا بزاف الناس اللي كيخليو لي لي كومونتير زوينين اللي كيبغيوني، الناس اللي قلبهم زوين، ربي يسهل عليكم ديما 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 اختي، وغينور طريقكم ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.